أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة السائل يقول: ما الفرق بين قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا يقاس بصرفه وبين القول بأن كل كمال في مثل الإنسان فإن الخالق أولى به منه؟ نعم، ما يقاس بخلقه قياس تسوية، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية، يقال لا يقاس بخلقه قياس تمثيل ولا قياس تسوية، وإنما يقاس القياس الأولى. ويقال كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا فالخالق أولى به، قياس الأولى. أما القياس الممنوع فهو قياس الشمول، يسميه الشيخ قياس الشمول وقياس العلة. قياس العلة اللي هو المعروف عند الأصوليين، إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، هذا قياس العلة يسمونه. قياس الشمول هو الذي قياس التسوية، أن يسوى الله بخلقه، قياس تسوية أو قياس شمول. نعم.